هذه الوقفة هذه هو دليل على أنه طفح الكيل. الممرضين وتقني الصحة ذاقوا ضرعا بهذا التسيير العشوائي والتسيير المبتدئ والطفولي ديال هذه الإدارة الهاوية اللي عندنا في لوبيتال. مديرة لأول تجربة ديالها في التسيير، رئيس القطب إداري لأول تجربة ديالو في التسيير، يعني يسيرون المستشفى في منأى على الفرقاء الاجتماعيين، يقفلون باب الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين. راه ما يمكنش، راه إدارة على أعلى مستوى وكيناديو على الفرقاء الاجتماعيين كيستشروا معاهم، لأن هاد الحرية راه دستورية، الحرية ديال العمل النقابي دستورية، ومن واجب الإداريين على أنهم يرجعوا للفرقاء الاجتماعيين. هنا هاد السير الفردي والهاوي ديال هاد الاداره عطانا هاد النتيجه. انا باغي اللي ما كيسواش 300 درهم ما كاينش في مستشفى بهذا الحجم. هذا سيدنا كما تيقولوا المواطنين دارنا السبيطار، دارنا المعدات، دارنا كل شيء، احنا متفقين مع المواطنين، ولكن فينا هي هاد الاداره اللي غادي تسير بالطريقه اللي راشده؟ هنا كنشوفوا في هاد المستشفى اهدار للمال العام. هنا كنسمعوا على انه 8 ديال الافريشه دي ماتلا شوفونت كيسواو يعني واحد المبالغ خياليه، علاش غادي تشراو وتحطوا في المخازن؟ ادويه اللي حاليا شرات قبل بدايه العمل بالمستشفى راها كتبريما، شرات بالمال العام. فينا هي؟ فينا هي المساءله؟ فينا هي الحكمه؟ هاد الناس هادو واش كيخدموا غير بوحديهم؟ ما كاينش شي ناس كيراقبهم، ولا السيد الوزير كيمشي غير لدريوش؟ ها هو غير حنا الوزاره غير على امتار من هنا، علاش ما يجيش عندنا؟ نهار جا الوزير جا كيشوف القاعه ديال القسطاره، القاعه ديال الكاتي، هذيك القاعه بنفسها اللي كتسوى الملايين عمرها خدمات المواطن، علاش 300 مليون غنحطها في واحد القاعه الوغ كل الاطفال ديال الرباط كيمشيو للسويسي؟ ما كاينش البنج، علاش عاود ما تجهز ديك القاعه شري غير البنج للاطفال؟ واحد لونفون على ود سيركونسيزيون كيمشي حتى للسويسي، على ود الختانه غيمشي حتى للسويسي؟ ما كاينش البنج ديال السيفو، قسم ديال الاطفال مقفل، قسم ديال الانعاش مقفل. وهنا كنشوفوا مسؤولين هاويين وتسيير هاوي. هنا غنهضر كذلك على قسم الولاده، لان ما عندناش قسم الانعاش، قسم الولاده ما تيخدمش بالطريقه اللازمه، لان الطبيبه والقابله ما يمكنهاش تاخذ بعض النوع ديال النساء الحوامل، وغادي وربما تكرفص المريضه وتكرفص المهني في البريزون شارج ديالو. اذا مجموعه ديال المشاكل اللي ربما تكون بسيطه، ولكن نظرا لضعف او انعدام الخبره ديال هذه الاداره الهاويه ولينا في هذا التخبط هذا، والممرضين وتقني الصحه والاطباء وجميع المهنيين يغادرون شيئا فشيئا. ها اللي كيمشي للخارج، ها اللي كيدير لابوندون دو بوست، ها اللي كيمشي يخدم في البريفي كيسمح في القطاع العام، علاش هادشي كامل؟ علاش واش ما عندناش كفاءات قادره على انها تسير هذا المستشفى هذا؟ اليوم هاد الوقفه هذه اللي جات تنزيل البيان المحلي للنقابه المستقله اللي كيدعو الى وقفه محليه داخل المستشفى، هاد الوقفه اللي جات تنديدا بسياسه اللامبالاه وسياسه التهميش اللي كتقوم بها الاداره تجاه النقابه المستقله، حيث ان النقابه المستقله وضعت طلبين لقاء اللي لم يتم استجابة لهم في خرق سافل للدستور والتوصيات ديال جميع المؤسسات ديال الدولة. اليوم النقابة المستقلة كترفع مجموعة من المطالب اللي كتهم المواطنين والشغيلة الصحية، فحين أن مثلا الإدارة كتعرض المواطنين وحياتهم للخطر، أنها كتوضع مجموعة من المتمرنين داخل المستشفى بدون تأطير ديال الممرضين وتقني الصحة ذوي الخبرة اللي باش نقدموا علاجات اللي كترقى للمستوى ديالهم. هذه المعلمة هذه اللي كتشوفوا باقة جديدة، لم يتم الفتح ديالها سنتين، لحد الان مجموعه من المصالح ومجموعه اللي مازال معطله، منها مثلا مصلحه الطب المواليد والخدج اللي يتم الافتتاح ديالها لحد الان، مصلحه الاشعه ومصلحه المختبر اللي لم يتم التجويد ديالها بالموارد البشريه، زائد ان الوزير بنفسه قام بمذكره وجهها للمدراء الجهويين والمناديب والمدراء المستشفيات باش يجلسوا مع الفرقاء الاجتماعيين لتنزيل طريقه احتساب جديده لتعويضات الحراسه اللي هي مطبقه في مجموعه من الاقاليم والجهات داخل الوطن، وكذلك داخل الجهه. على حد الان جميع الاقاليم تم التنزيل ديالها الا الرباط. هذه السياسه هذه اللي كضطر النقابه المستقله تقوم بهذه الوقفه، وكضطر النقابه المستقله ان في حين لم تتم الاستجابه انها تقوم بالتصعيد اكثر من هذا، وحنا مستعدين ان نمشيو جميع الطرق المشروعه لتنزيل المطالب والانصاف الشغيله الصحيه داخل المستشفى. اليوم جينا تنجسدوا الوقفه الاحتجاجيه اللي جات كخطوه اولى البرنامج الجديد التصعيدي اللي صدراتو النقابه المستقله للممرضين وتقني الصحه والتنسيق الجهوي الرباط على القنيطره ضد الاختلالات والتعسفات اللي تعرفها المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط. للاسف المستشفى الجهوي تعرف مجموعه ديال المشاكل
منهم الضعف ديال الموارد البشريه، الضعف ديال الماتريال ما كاينش، للاسف ان المواطنين تعاني والشغله الصحيه هنا كتعاني، كاين مجموعه ديال الاختلالات اللي ان شاء الله نتمنى ان شاء الله من هنا للقدام ان نلقاو لها حل ان شاء الله. في شخص الإدارة، السيدة المديرة والسيدة المندوبة بالعمالة الرباط.